هذا رخص رخص صوتيه كده كده ان شاء الله كويس باذن الله. شوفوا 100 موجود طلع لي في الشاشه انه 100 تمام. فيصير هنتكلم بعدين عن المفهوم، لكن هنا يقول لك كيف تتفاعل وظائف العمليه الاداريه. تتفاعل وظائف العمليه الاداريه بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه والمتابعه، هذه هي وظائف الاداره. اذا كان فيكم احد خارج العمليه الاداريه او من ليس درس في كليه الاقتصاد والاداره، هذه وظائف الاداره. اغلبنا من الكليات الاخرى العلميه والكليات الثانيه من الاداب، هذه هي وظائف الاداره. وهذه الوظائف يكون في اتصال ما بين فريق العمل والمشرف والمجموعه ككل، فلذلك ينتج عن الاتصال هذا الابتكار والتجديد واتخاذ القرار. سوف نتعرف على مفهوم الاشراف، وهو التوجيه والرقابه لكل ما يدور في مجال العمل. هو توجيه، المشرف دوره انه يوجه ويراقب كل ما يدور في مجال العمل من انشطه اداريه وتنفيذها بغرض تحقيق اكبر قدر من الانتاج باقل تكلفه في الموارد البشريه والماليه. تعريفنا هي طبعا عده تعريف للاشراف، لكن اهم شيء المشرف اللي هو يكون مثلا في مجال الاداره يختلف مناصبها ومسمياتها. نحن كتبناها اشراف، اما ان تكون مدير اداره، اما ان تكون رئيس قسم، اما ان تكون رئيس وحده، اما ان تكون عميدا. ففي قمه الهرم يختلف الوظائف في الاشراف، الاشرافيه تختلف عن القياديه، وسوف نتطرق للقياده بمفردها. فتكون هكذا، فهتشوفوا هتفهموا من الصوره التاليه في الشريحه القادمه الفرق فين مكان المشرف في الهرم هذا الهيكل الاداري لاغلب القطاعات. هنا حيكون رئيس الجهه، هذا هنا القياده، هنا دور المشرفين على الوحدات الموجوده لهم. المشرف اللي هو مدير اداره او رئيس قسم او رئيس وحده حيكون اتصاله بالقياده. هذا الهيكل. بعد كده حنتعرف على مهام وواجبات المشرف. ايش هي المهام المفروض يقوم بها، وما هي الواجبات التي يجب ان يقوم بها؟ اولا الواجبات حتكون على عده اشياء، اما واجبات من ناحيه واجبات عامه او من منطلق بالعمل او بالمرؤوسين او بالرؤساء والزملاء. فهنا عندنا حتكون في ثلاثه مهام وواجبات، وتختلف عامه ككل اللي هو اعطاء التوجيه. محمد الصوت من عندك، اذا ما في صوت يكون من عندك او للكل، فتتواصل شوف ايش المشكله، اخرج وادخل مره ثانيه. واضح؟ شوف استاذ شيماء تقول واضح الصوت، فادخل واخرج مره ثانيه استاذي. ممتاز، شكرا لكم. فتصير الواجبات العامه اللي هو اهم شيء انت تعرفه في الاشراف، اللي قلنا هو توجيه ورقابه، اعطاء التوجيهات العامه والتعليمات الواضحه اللازمه ادائها للعمل. لازم لابد يكون المشرف مهمتك انت تكون عندك التعليمات كلها. اذا مسكت مكان اشرافي او مكان قيادي تمام، لابد انك تقرا اللوائح، تقرا الانظمه، تقرا الاشياء، لانه انت المرجع، انت الاساس المنبعي لكل واحد يجي لك من الموظفين. وفي اليات حتشوفوها انه لابد انك تكون كذا. صعب انك ترجع فيه، احيانا ربما يجي تعاميم جديده، ربما تجي مستجدات زي ما جات مستجدات كورونا، الله ينجينا باذن الله من هذا الوباء وينجي المسلمين ويرفع عننا باذن الله، ونستمتع بشعائر رمضان يا رب، وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، واللهم بلغنا يا رمضان يا رب غير فاقدين ولا مفقودين باذن الله. فهذه هنا تجيك مستجدات، وطرأنا فيها حقت كورونا، في مستجدات تجي، فانت لابد تكون حاضر، لابد تسوي ابديت لنفسك، لابد تجي، لانهم حيجوك كيف الدوام الجزئي، كيف مدري ايش، كيف، ما حيسالوا، حيرجعوا لك، انت المشرف. هنا دورك، هنا انت اللي تعطي التعليمات، هنا اللي تقول كذا. جات فتره من الفترات في حقت كورونا في شهر 10 كان، اللي هو شهر العيد شوال، داوموا بس، اتكلم على منظومه جامعه الملك عبد العزيز، داوموا في هذا الشهر فقط مدراء الادارات. هم اللي كانوا، كنا في فتره العوده من هذيك، احنا اللي داومنا فقط المدراء الادارات اللي داومنا، وموظفينا كله عن بعد، اللي عنده مجال عمل عن بعد، واللي ما عنده اساسا هذا عمل في حكايه الاجازه. فشوف كيف كان دورك، فلابد انت تكون مسؤول. جينا قبل العوده
كنا مسؤولين، وحتى الان حطت لنا الجامعه منصب جديد بالنسبه لنا، مدير البروتوكولات. انت مسؤول عن نظافه المكاتب، تشرف عليها بالعماله بالاشياء، يجيك الموظف، لانك انت هنا دورك بصفه يعني بالبلدي على قولهم كدور الاب في البيت. المراقبه والاشراف على المرؤوسين اللي هم قلت لك الموظفين، وضربنا فيهم المثال كيف انك ليست المراقبه في الحضور وفي الانصراف فقط، لا، في نظام، حتى في ان شاء الله دوره تاخذوها باذن الله، اذا قدمناها ان شاء الله، في حنقترحها في ما ندري ايش برنامج السنه القادمه الترم القادم، اللي هي دوره الاداره بالاهداف. اكتبوها عندكم، ادخلوا في النت، تعلموا تعليم ذاتي، حتلاقوها. الاداره بالاهداف هي اللي تهتم بالانجاز وبالهدف، تحقيق الهدف المراد من المنظمه، وليس الحضور والانصراف. دائما يفهم يكون المشرف مكره، المدير مكروه، لانه هو اللي يراقب، زي الاب لما يسال عن ابنائه، فينك؟ ليش رحت؟ فين كذا؟ تعال، من صاحبك؟ هذا دور الاب. هنا ايش المعامله اللي سويتها؟ لفين انت؟ نحتاج هذا، الانجاز، المدري. فهنا دائما انت بالمهارات اللي انت حتتعلمها حتشيل النظره السوداويه عن المشرف. اذا ان شاء الله باذن الله كلكم انتم القيادات، انتم الجيل الجديد اللي حيمسك القيادات باذن الله في مجال حسب تخصصاتكم ومهاراتكم واعمالكم الاداريه او الاكاديميه او الفنيه او المهنيه اللي انتم تجوا، او عملكم الشخصي الخاص اللي تنطلقوا منه باذن الله. فتحتاج كذلك مهاره لو كنت انطلقت لسوق العمل بمهارات خاصه، كل حسب ما الله سبحانه وتعالى يكتب له ويوفقه فيه. تمام؟ تدريب المرؤوسين اثناء العمل، هذا من دورك انك تدربهم، لازم تتدرب انت وتدربهم، لازم كل ما شيء جديد انت تكون مبادر في التدريب، مبادر في هذه الاشياء بنفسك، علشان انت تحتاج تدربهم. حتى الدورات اللي تاخذها لازم تعطيهم حتى لو كانوا ما يرغبوا. تتجدد في اسلوبك، تتجدد في علاقاتك، تتجدد في اشياء تكوين العلاقات الانسانيه مع المرؤوسين فيما بينهم، تكون اساس الثقافه المتوازنه. لازم تجتمع معاهم في يوم، طبعا الحين كورونا صارت، يعني زمان كان كل شهر الناس تطلع وتجي، الان الاعداد بوضع الراهن ربما في، لكن تقدر تجتمع زي قبل 20 مارس اظن كان يوم السعاده، تقدر تسويه بحركات بسيطه، باشياء بسيطه، حتى امكانيات انت تقدر تسويها، لو ورقه ورسمت عليه فيس وكتبت لهم كلمه ووضعتها على مكاتبهم. هنا دورك انك كيف تنشئ هذا الشيء، الاحتفال ليس شيء بس عشان تنشر ثقافة العلاقات. القيادة الفريق، العمل لتحقيق أهداف المنشأة، أين دورك؟ القيادة إنك تدور هذا الفريق، إنك وأكبر حاجة حتى من كاتبها في العامة حتوصلكم، نقولها بعدين، نجي بعدين في الواجبات المتعلقة بالمرؤوسين، تطوير مهاراتهم وقدراتهم. لازم أنت هذول تعتبرهم زي أبنائك، تمام؟ ودائما وأنت مشرف تأخذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من تولى على قوم وشق عليهم شق الله عليه كما شق عليهم. من تولى على قوم وشق عليهم شق الله عليه كما شق عليهم. وفي حديث ثاني، حب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك. أنت القدوة، مو تتأخر وتجي تحاسب على الحضور والانصراف، مو مهمل وتجي تحاسب على الإنجاز والأشياء، ليس لديك ثقافة ولا مهارات ولا تحفيزات وتجي تحاسب. فدائما تطوير مهاراتهم وقدرات المرؤوسين، وكذلك لازم أن تكون أنت متطور. التفويض هذا مهم، وحاطيه في شريحة في الأخير حتبين لك إيش أهمية التفويض في المسؤوليات للمرؤوسين، وهي واضحة وباينة. عندما تكون لديك مهارات، متخرجين من جامعة الملك عبد العزيز، من الجامعات التي لها اعتمادات على دولية وداخلية ومتصنيف، ولديك مهارات وتخصصات وتدريب في مجال عملك وأشياء وإمكانيات، وحاضر دورات تدريبية، إذا لم تفوض فلا قيمة لها. وفي شريحة في آخر العرض حتشوفها، حتعرف معناها التفويض والمسؤوليات للمرؤوسين. حل المشكلات الناشئة بين المرؤوسين جدا جميلة. في بعض المشرفين يعملوا ايش؟ فرق تسد،
ما يكود هو يفتح المشكله والصراعات عشان يفرق ما بينهم. تجي هذه تحتاجها في حاله الحالات البعيده جدا اللي هي الصراعات اللي تحتاج انك تسوي فيها نظريه فرق تسد، لكن لا، حل المشكلات الناشئه، لا تترك ترسبات، لا تترك اشياء بين بين المرؤوسين. مصطلح مرؤوسين هنا اللي هم الموظفين لديك. طيب، تحفيز المرؤوسين وتطوير ادائهم وتحسينهم، التحفيز، التطوير الاداء، هناك قلنا تطوير المهارات. المهارات انه تعطيه مهارات عشان ما يصير رقم واحد واربعه انه في لبس، لا، هذاك اطور مهاراته بحيث اني ادخله دورات، اشوف ايش مجال عمله، اذا اخذ جهاز جديد يسوي له عليه تريننج من الشركه نفسها، طابعه، اسوي له مهارات، مثلا والله سكرتير اعلمه الطباعه، اعطي له مهارات انه ياخذ الطباعه السريعه، هذه المهارات والقدرات. لكن تطوير الاداء، اداؤه نفسه، اشوف كم عنده المهاره انه يطبع سريع، كم تقدر تطبع التقرير في كم وقت. التطوير الاداء يقاس بزمن، المعيار حقه الزمن. طيب، العناية بشؤون المرؤوسين من إجازات وترقيات، هذه تهتم تدافع عن موظفينك، ترفع لهم ترقياتهم، ترفع لهم حوافزهم، لابد أنك تسوي لك ملف وأنك تثني عليهم، تعطيهم إجازات، تسوي جدول زمني للإجازات بينهم بحيث يوجد المساواة والعدالة، النظر لاحتياجاتهم، ربما أحيانا تعمل لهم شو اسمه تكافل اجتماعي ما بين الزملاء وما بين بعضهم إذا أحد وقع في معهم في مشكلة. هذه من العناية، من كلمة العناية. أنا عندي زميل من الزملاء جاء ظرف أسري، يعني يحتاج مبلغ وقدر ما يكلف مبلغ معين، حاولنا جبنا واسطات، هذا يعرفنان هذا يعرفنان، سوينا له تخفيض المبلغ، جمعنا له مبلغ من المال حسب استطاعة المجموعة ككل، أعطينا إياه، حل مشكلته، راح مريحناه. لكن لو كان ما قدرنا نسوي له ودخل في مشكلة نفسية، كان أثره وتعبه حيأثر عليك في مجال عملك، وهنا أنت كمشرف ليس لديك هذا الدور الفعال. حفظ النظام أثناء العمل وفق الضوابط والسلوك المعمولة بها في المنشأة، هذا هو هنا اللي نتكلم عنه، نحفظه لكننا لا ننسى روح النظام. نحن ما نقول لا والله خليه يروح ولا يداوم ولا لا، بس الإنسان المجتهد يتم له اعتبارات، الإنسان المهمل الغير مهتم الذي تم معه طرق العلاج برضو يأخذ له مهام، مثلا تقويم أداء العاملين، وهذا التقويم اللي هو كذلك تقويم الأداء أساسا له دوره، وحنتكلم عنه لاحقا بالنسبة للأشياء كيف يكون تقييمه وكيف يكون، ومكتوب أصلا من الأهداف اللي ذكرناها اللي هو كيف يكون يتم منهم. طيب، بعد كده رابعا هي الواجبات المتعلقة برؤساء والزملاء، تمام، تطبيق السياسات العامة للمنشأة، تحمل المسؤولية بالنسبة للعمل في قسم الذي يشرف عليها، تتحمل المسؤولية، تتحمل أي ترى النظرية الصحيحة. المشرف ما يروح للقائد يقول والله مو غلطي، غلط الموظف الفلاني، أنت كده عندك نقطة ضعف، عندك تنقصك المهارة، أنت كمشرف تتحمل أخطاء كل المرؤوسين اللي تحتك، لأنه لابد أنك تعالجها قبل ما تطلع الخطأ. الخطأ لما يوصل عندك خطأ وتحاسب فيه، يتعدى عنك الخطأ أنت المخطئ وأنت تحاسب عليه حتى كمشرف في تقييمك وفي أدائك. تحمل المسؤولية بالنسبة للعمل في القسم الذي يشرف عليه، يعني إذا كنت رئيس وحدة، مدير قسم، مدير كذا، أو قلنا مدير إدارة، التعامل مع الزملاء في الأقسام الآخرين، لابد أنك تتعامل مع المشرفين والأشياء، هذه من الأشياء المسؤول عنها، المرونة في تقبل النقل والحلول للمرؤوسين، هذا شيء مهم. طيب، بعد ما تعلمنا الأساسيات والأربع المناهج من ناحية العمل ومن ناحية المرؤوسين والزملاء، من ناحية الرؤساء، من ناحية المتعلقة بالعمل، بعدها نيجي نبغى مشرف يكون فعال. في مهارات للمشرف الفعال. ماذا نقصد بالإشراف الفعال؟ ما هي مواصفات المشرف الفعال؟ تمام؟ المشرف، سمات المشرف الفعال هي أن يكون مشرفا الاتصال الفعال، يكون لديه مهارة الاتصال الفعال، لديه مهارة التخطيط، لديه مهارة التنظيم، لديه توجيه ورقابة، ولديه اتخاذ قرار بحكمة، بدراسة، بمفهوميات تشمل هذا الشيء اللي هي تطبق فيها الشريحة اللي ذكرناها في البداية، اللي هو مفهوم الإدارة، أن يكون لديه تخطيط، لديه تنظيم، لديه توجيه،
لديه رقابة، أن يكون لديه اتصال، أن يكون لديه قدرة على اتخاذات القرار، ما يقع في مشكلة ما يقدر في يتكلم فيها، الابتكار. وحنتكلم عن لب موضوعنا اللي هو الاتصال، لب المهارات اللي لابد أن تكون مهارات الاتصال. ما هو الاتصال؟ تمام، هو تبادل المعلومات بين شخصين أو أكثر عن طريق تفاهم بين المرسل والمرسل إليه، أي لابد أن تكون المعلومات الموجودة برسالة واضحة للمستقبل والمرسل فيها. مهارات التي يتحدث الحديث وفن الاتصال هي عنق الزجاجة للاتصال. المدير يحتاج إلى تنظيم، تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة. تمام؟ الاتصال. تمام؟ يكون مين؟ الفريق العمل، الأهداف. فهنا نبدأ نحن نحدد المفاهيم الموجودة. طبعا كان ودي عددنا ما شاء الله الآن وصل إلى 175، كان ودنا أن نتم مشاركات وهمية، لكن نظرا إلى أن الدورة ساعة والمعلومات دسمة ومهمة، كنت أتعلم أنا في قبل كنت دائما أحط أفتتح بها دوراتي المعلومة دي اللي هو الحفظ بالصور الذهنية. تربط الحفظ بالصور الذهنية اللي هو يعتمد على أنك تتعلم كيف تربط ما تتعلمه بصور ذهنية أنت تمتلكها، أنت من يعرفها، أنت من يحددها. هذه التمرين يسموه تمرين الحفظ بالصور الذهنية، يساعدك كثيرا على أن يعني المعلومات الآن اللي تأخذها تبقى على الأقل أطول في الذاكرة البعيدة حتى تقدر تسترجعها وحتى تستفيد منها. في مثال تطبيق لو طبقناه هي أننا نقول مثلا أنا أطبقه الآن وسريع، وبعدين هو المفروض كنا أنكم نسمع منكم مشاركات لكن العدد لا يسمح والوقت لا يسمح. بإذن الله توصل أهم شيء الفكرة والمعلومة. حنقول شجرة، أذنين، مروحة، سيارة، يد، فأس، سبع سماوات، نظارة، عصا، عشر ذو الحجة. طبعا والله قلتها غير ما هي مكتوبة عندي. فهذه تربطها ربطناها فتعلمناها في التدريب انه شجرة واحد، اثنين اذنين، ثلاثة مروحة، اربعة سيارة كفرات السيارة، خمسة اصابع اليد، ستة فأس على شكل الفأس، سبعة سماوات، ثمانية شكل ثمانية بالانجليزي نظارة اللي قلنا نظارة ثمانية، تسعة عصا، عشرة ذو الحجة. فانت هنا شوف لما نربط كل عنصر الآن حنتكلم منه في الشريحة نربطه بصورة ذهنية حتى علشان تفهموا وتقعد معاكم بالذاكرة وتقدر تسترجعها. طب أهمية الاتصال، وقلنا منظور الاتصال هو الرسالة، المرسل والرسالة والمستقبل، هذه هي منظور. مبادئ الأساسية للتعامل اللي هي لابد أن نكون التعزيز والمحافظة على الاحترام الأساسية في الاتصال، الإنصات والتجاوب مع الآخرين، طلب المساعدة لحل المشكلات. كل ما أعطيك إياه هذه مهارات لابد أن تكتسبها وليس الآن أسقلها. هذه مفاتيح، دورتنا هي دورة مفاتيح، فأنت تبدأ تتعلم هذه الأشياء وتدخل تأخذ فيها دورات حتى تتعلم المهارات المفروض الذي يكتسبها المشرف، اللي هي نتعلم ما هو الاتصال، نتعلم ما هي إدارة الوقت، نتعلم كيف إننا يتم الإنصات، طلب المساعدة لحل المشكلات، نتعلم كيف نحل مشكلاتنا بطرق إبداعية. فالآن أنت الآن في دورتنا هذه تأخذ المفاتيح والأسس التي لابد أن تحصل عليها وتتمكن منها تعرف انطلاق توجهك لاختيارك إلى الدورات التدريبية التي لابد أن تكتسبها لحصولك إلى مجال عمل، سواء استمريت في الإشراف الإداري أو سواء كنت رئيس أو مرؤوس، سواء كنت رئيسا أو مرؤوسا، سواء كنت إداريا أو فنيا أو مهنيا أو أكاديميا أو طبيا، تحتاج إلى هذه المهارات. وطبعا إلى مهارات أخرى منها لغة الجسد وأشياء حنستمر حتى لا نفكر التفكير الزقزاق في إعطائكم. نبدأ في بما هو عندنا، لابد أن تكتسب فيه. فتبدأ تسوي يا أخي العزيز وأختي العزيزة أبنائي الطلاب، تبدأ تشوف أنت في قاعدة البيانات اللي عندك في التدريب إيش اللي أخذته، إيش اللي ما أخذته من هذه الأشياء. سجل المهارات، شوف إيش الدورات اللي أخذتها، اللي أخذته عززه وأذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، أو شوف إيش اللي ما أخذته وتبدأ تأخذ. طيب
من معوقات كمان كذلك الاتصال هو معوقات الاتصال البيئية إذا كان موجودة، معوقات الاتصال التنظيمية، معوقات الاتصالات الشخصية، التغلب على معوقات حدود ما الذي تريد أن تقوم، ما الذي تريد أن تقوله، ثم قله بوضوح، حدد ما الذي تريد أن تقوله. ما عندكم مشكلة، مدة الدورة من الساعة 9 إلى الساعة 10 كما هو محطوط في العرض، 10 مساء، لكن ممكن لو أننا استسمحناكم إلى ساعة ما عندنا إشكالية، إذا كان يعني بعدين للمناقشة والأشياء. أهم شيء الفائدة، لا تشغلوا بالكم بأسئلة، تحاولوا أنكم تأخذوا الفائدة، وهذا ما يعني ما نطمح له إلا وصولكم له. حدد ما الذي تريد أن تقوله ثم قله بوضوح، حدد ما الذي تريد أن تقوله ثم قله. بالنسبة للاتصال، أنا كنت أعطي دورة مهارات الاتصال الفعال، فطلبت من الأخوان في الدورة، وكانت برضو عن بعد في مركز تدريب آخر، فكان شوفوا جدا كانت المشاركة والفعالية جدا حلوة. فكنت أقول لهم اكتبوا لي أي حاجة، وحطيت لهم ما كتبوا، حطيت لهم تعريف وقلت قولوا لي هذا التعريف، ما في، قلت طب انسخوا والصقوا، تمام. فكانت مشاركة تحفزت فيها وزعلت، قالت نحن نكتب من بناتي أفكارنا ولا ننسخ ونلصق. شوفوا الرسالة اللي جات عند الأخت المشاركة المتدربة، قالت نحن نكتب من بناتي. أنا ما قلت انسخوا اكتبوا وانسخوا والصقوا، أنا قلت التعريف عشان أبغاه يثبت، يعني نفس التعريف انسخوه والصقوه، وليس انتم بس يعني تاخذوا معلومات تحطوها وتنسخوها. فشفتوا الاتصال لما كان غير واضح، كيف فهمت المشاركه انه نسخ ولصق، اني انا اقول لهم انسخوا والصقوا وانتم تاخذوا المعلومات تنسخوها وتلصقوها، ما تكتب ما يعني يعني قصدي اكتبوا في جوجل وانسخوا، هي فهمت زي كذا انه اكتبوا اي حاجه وانسخوها والصقوها. فهنا مهم ان تفهم الاسئله دائما، حاول، احيانا ممكن يجيك موظف مرؤوس يسألك أو شيء وأنت ما تفهم طبعا، حاول أن تنصت، مهارة الإنصات مهمة، حاول أن تسأله مرة ماذا تقصد، ماذا تريد، لم أفهم، لم تصلني المعلومة، آسف أعتذر عن كلمة لم تصلني المعلومة، وضح أكثر، حدد ما تريد. هذه الأشياء جدا مهمة، توضح لك الرسالة، توضح الاستماع الجيد لما يقوله الآخرون حاجة مهمة، راجع فهمك وفهم الطرف الآخر عن طريق الإفادة. هذا الكلام كله دحين قلناه في نفس اختيار الوقت المناسب لنقل الرسالة. اختار الوقت المناسب لنقل الرسالة جدا مهم، جدا مهم، نخطأ فيه. إلى أنا أتكلم عن نفسي إلى الآن، أنا أخطئ في نقل في شو اسمه الوقت المناسب لنقل الرسالة مع مرؤوسيني. مشكلة لأنه أنا عندي مهام كثير وابغى اوصل الرسائل اللي ابغاها عشان ابدا اشتغل في الشغل اللي عندي، فتلاقي ما وانتبه لها بعدين، ارجع اداركها، ارجع اتصل على الموظف، اكلمه بالتليفون لو سمحت فاضي اجيك، ارجع اوصل له رساله، معلش انا اسف. احيانا يجيك الموظف يضحك والسلام عليكم، ليش اتاخرت؟ هذه من الاخطاء، انت في بالك خلاص اعطيه واساله وباخر في الطلب بشوف مفيد ولا مفيد واسوي له. فعشان كذا طبعا ما في احد محسوب من الخطا، لانه نحن الإنسان متى يوصل مرحلة الجهل؟ عندما يعتقد نفسه أنه أنا متعلم، أنا لا أتعلم، أنا أتعلم حتى من أبنائي إلى الآن وإلى وقت الآن نتعلمنا. أنا أول ما جاني أبناء وكبروا تعلمت ما هو معنى رضا الوالدين، وإلى الآن نتعلم. والإنسان الصح والإنسان السليم والإنسان اللي يريد أن يتعلم، إلى الآن أنا وأنا أعطي دورات بما يقارب 5 سنوات، أحضر دورات لمدربين آخرين، لاني انا ابغى اكون متميز، ابغى اتعلم، لا اقول انا خلاص اتعلمت ومجيد. احيانا دورات اعطيها ارجع احضرها علشان اشوف ايش الفكره الجديد، ايش الاشياء الجديده اللي جات. لازم تطور نفسك، صحيح جزاك الله خير، ما في احد معصوم من الخطا، لكن مين الانسان الخطا؟ انك لا توقع في الخطا نفسه، لا توقع في الخطا نفسه، هنا لا توقع في نفس الخطا، لكن حاول قد ما تقدر تتجنب من هذا الخطا. طيب بعد كده كيف تحقق الفعالية في الاتصال؟ تحقيق الفعالية في الاتصال توقف عن الكلام بين لحظة وأخرى أثناء الحوار، حاول تتوقف، عدم السرعة، عدم لو تفتكروا الدكتور إبراهيم الفقي كان جاله انتقاد ما شاء الله، أنتم لاحظوه في الفيديوهات الله يرحمه ويغفر له يا رب ويسكن في جناته وجعل ما تركه من علم نافعا له وحجة له وليست عليه، كان سريع في الكلام، كان سريع جدا في الكلام ويتكلم بسرعة وكانوا ينتقدوه. انا رجعت قريته، اشدني الشات، وقفت جدا اشدني الشات. شوف
احنا قلنا مو لازم كل الناس، صحيح كلامك لما قلت يقول انا دكتور تعلمني، انا ما اشوف، انا ما انتقد احد ولا اتكلم في احد، عشان ايش؟ لازم احنا نشوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنه، صلى الله عليه وسلم. فتاكدوا من صحه الحديث، ارجعوا له وتاكدوا منه. فانت احنا ايش قلنا؟ قلنا النساء، في ناس ما في معصوم خطا، ممكن هذا الدكتور يقول لك، او ممكن عنده ثقه في النفس وصحيح انه معلومته، واللي قال له هي، اللي قال لك هي. احنا ترى عندنا انه اشخاص، بعض الاشخاص ما يبغى يتعلم، اما الاسلوب اما المكانه، احيانا كمان يختلف عن المكان، انك انت كطالب متعلم وتروح للدكتور، ففي لها كمان. لا ننسى انه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انزلوا الناس منازلهم، يعني برضو لازم دكتور تنزل منازله. انا ما اتكلم اني انا ماني دكتور اكاديمي حتى تقول ادافع عن الدكتور اكاديمي او كذا، بالعكس انا ما معي الا ماجستير لسه، حتى ما اخذت الدكتوراه، شكرا لكم انكم تقولوا لي يعني دكتور، رغم بس انا ما ابغى اضيع وقت الدوره في اني اتكلم عن نفسي، لان انا لما كنت احضر دورات من زمان كنت ما احب الاشخاص اللي يقعدوا يتكلموا عن نفسهم، انا جاي اخذ معلومات ماني جاي اخذ سيرتك الذاتيه. فعشان كذا، فلذلك او استوقفني الشات وانا اقراه في هذا الشيء، معليش لازم تنزل الناس منازلها، وانت ما عندك مشكله، ولا تبين انك تدعي، لانه احيانا لما الانسان يعلم احد خطا مو ضروري تعلم الناس اخطاء او تنصح، اللي ما يطلب النصيحه هو هيكتشف يوم من الايام انه هو خطا او تعلم، لانه امام الطلاب، أمام حتى لو جيت لوحده النصيحه، احيانا الناس ما تبغى النصيحه مباشره، اللي يطلبك النصيحه اعطي له اياها، هذه حاجه تعلمتها يعني مؤخرا في حياتي، كنت انا انصح كل واحد، كل العلم اللي عندي اتعلم واجي اعلم الناس، الاقي ناس صارت تقرف، صارت الناس تحس نفسها انك تحس بنفسك فاهم اكثر منهم، كل ما اتعلم علم جديد اروح اعلم الناس واسويهم، تعلمت عن العلاج الذاتي وقعدت اعلمهم، تعلمت عن العلاج الذاتي صرت اعلمهم، اتعلمت عن التربيت وتحرير النفس واعلمهم اطبق معهم، اتعلمت عن الجرافولوجي وتحليل الخط وكنت امارس هذا معاهم واعلمهم اشياء وتجي. فلذلك كنت انا ابغى زكاه علم اعلمهم الناس اللي معاي وزي كذا، فالناس ما تجي، لكن افضل طريقه واخذتها في دوره حقت الثقه في النفس، فاتاح يعني صح. وبعدين لا تنسى انه في حديث انكم خير امه اخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا شيء مهم ان نامر بالمعروف ونهى عن المنكر، لم يكن منكر، وذلك لا تزكي نفسك عن الله افضى فيها. فيا ليت اننا نتعلم، اننا يعني نثني ونسوي الناس تحب الثناء وتعطي الرساله باسلوب، هذه مهاره نتعلمها جديد يعني باذن الله في دورات اخرى واشياء نتعلمها باذن الله. طيب، تحقيق فعاليه الاتصال، تجنب استخدام الالفاظ وتحمل اكثر من معنى، شفتوا يعني ناخذ معنى، هذا بالنسبه للاخ اشكل من معنى، شوفوا كيف اللي احكي لكم قصه بسيطه سريعه. كنا جالسين مجموعه مع في العمل، فواحد من الزملاء قال عن شخص، عن زميلنا مستاذن وكذا، فقام قال غلبان، قال هذا غلبان، فكل يعني انا كديت عليه يعني لا يسمحك انك تقول عنه غلبان، لانه الثقافه شوف اكثر من غلبان يعني درويش يعني زي عادل امام دانا غلبان، فهنا فهو لا قال لا بالعكس نحن عندنا غلبان يعني انسان في حاله، انسان ماشي جنب الحيط، فشوف فلا فدائما في الاتصالات ما تاخذ شيء، لأنه الشخص الآخر لا يفهمك شيء، ولا تحاول تتكلم كثير عن أشياء أخرى، فلذلك انتبه خصوصا لما تكون مشرف مع الأشخاص، حاول تشوف ثقافة مرؤوسينك إيش ثقافتهم، إيش العلاقة معهم، حاول تستفسر، احنا تكلمنا فيها وسنستفسر فصار فيها حوار يعني جميل انه بالكلمه كذا، قلت له ليش تقول يعني ومعانا زملاء ليش تقول غلبان؟ قول يعني ابن طيب محترم حاله حال نفسه، يعني اعطي كلمات واضحه لا تحتمل عده احتمالات، هذه حقيقه ترى المثال اللي قلت لكم اياه واقع وصعب. تجنب استخدام المصطلحات الاجنبيه احيانا، لانه عشان انه في بعضهم يشوف انه ذات خلاص وقت اللغه والاشياء، هذه من المهارات الاتصاليه، تفهم الحاله النفسيه والمزاج والمزاج للمستمعين، خطاب خاطب المستمع على قدر ثقافته، احيانا لابد انك تخاطب الناس على قدر ثقافتهم، لا يعني تشوف نفسك مثلا ما شاء الله درست وسويت وفعلت فاجات وتجي تتكلم يعني العبارات الثقافيه والاشياء،
يعني مع نظر مع الناس اللي فاهمينك ومستواك وفي تنظيرك بالمصطلحات وبالنظريات، لكن الناس اللي ما هي هذا يختلف، لانه انت تتعامل في رؤساك مع من معاه شهاده ثانوي، من معاه شهاده متوسطه، من هو سائق، من هو مراسل، من هو كاتب، من هو ناسخ، من فهذا هو اللي يقول لك ايش على قدر ثقافتهم. كن منصتا قبل ان تكون متحدثا، هذه جدا من المهارات المهمه. كن منصتا قبل ان تكون متحدثا، تكلمنا في مفهوم الاداره وقلنا هذه الشريحه، اخذنا الاتصال وشرحنا في معوقات واهداف وتكلم. الان حنتكلم عن التخطيط، حنتكلم عن التخطيط باذن الله، وناخذ منه كذلك بعض المهامات. انا رجعت الشريحه هذه، لو دريت كنت كل بعد هذا احط الشريحه وانسخها، بس هرجع لكم كل شويه. التخطيط، طيب التخطيط مهم، مهم جدا أن عشان تتخذ قرار حاضر حول ماذا نعمل، متى نعمل، كيف نعمل، من يعمل، لماذا نعمل. لابد أن تحفظ هذه الأسئلة: ماذا نعمل، متى نعمل، كيف نعمل، من يعمل، لماذا نعمل، لأنه جدا مهمة في التخطيط، حتى هي تعرف لك، توصلك إلى عدة عناصر ترى هذه فيها كثير من الكلام. ماذا نعمل؟ إيش العمل اللي نعمله؟ إيش هي أهدافنا؟ إيش هي خططنا؟ ما هي رؤيتنا؟ ما هي رسالتنا؟ متى نعمل هذا؟ متى نحدد الهدف هذا؟ كيف ترتيب الأولويات؟ كيف الأهم فالمهم؟ كيف نعمله؟ ما هي الآلية؟ هل يحتاج فريق عمل؟ هل يحتاج عمل فردي؟ هل يحتاج إلى من يعمل؟ من هم الأشخاص المسؤولين؟ أحيانا ربما أنا سويت في الدورة وش اسمه في عملي في مجال عملي، انا مدير اداره، وهذا احيانا حتى في الدورات التدريبيه يوم كنا ندرب تدريب مباشر في ورش عمل، احيانا اكون انا لست انا المدرب فقط، احط المشاركين يكون فيهم دور مدرب، فتلعب الادوار، من يلعب من يعمل، يعني تلعب نظريه لعب الادوار. احيانا تكون انت مشرف، لا حط مجا. عندنا عمل مسوينه في الإدارة عندنا اللي هو التوثيق، حطيت موظف من الموظفين ومسكته رئيس فريق العمل، وحطيت نفسي عضو من الأعضاء، أنا مشرف إداري عليه، لكن في هذا العمل هو مشرف علي، يعطيني مهام أنفذها، يمارس دور القيادة، يمارس دور المتابعة والتخطيط والمراقبة. صحي رجع لي فشل، لكن حسسته بدوره ولي مهام زيه، ويجي يحاسبني ليش ما سويت هذا، انا ابغى ذا نسوي ذا، كيف نسوي، انا ليش سويت هذا الدور. اتابع العمل بطريقه غير اشرافيه، فشوف كيف الفكره توصل. فهنا انت اعطيت صلاحيات لاخرين، وصرت تشوف وعشت دور الموظف مع المجموعه، حسيت كيف هم يتضايقوا من المشرف، حسيت كيف لما كل واحد يجي يلعب، بس وعشت الدور معاهم. يا الله الحين يجينا استاذ يوسف يمتحننا، يا الله الحين يجينا ابو تركي يقول لنا ما خلصنا ذا. صاروا الموظفين في البداية الأيام الأولى يشوفوا إيش هذا يسوي، يقدر يجمده، يقدر يرميه على أحد. لا، كنت أعيش الدور معهم، أبغى أشوف ردة فعلهم. في من عايشني الدور وعاش معايا، وفي من، وبعد كذا أنت تعرف لما تجيك عمل أو يجيك شيء تعرف مين تحط. وأحيانا للناس ترى معلومة لكم، يعني بخبرة، خبرة عملية، الشخص اللي ما مهمل والشخص اللي ما يتعبك مسكوا صلاحياته ومهام، بس لا تمسكوا وتروح منه، لأنه مصايبه وما او مشاكله حتجي عليك، بس مسكه وانت تكون ايش متابع معاه. بين عناصر واجبات توفير في المدير الناجح في مجال التخطيط حنتكلم عنها، حنقول لكم قبل لا ادخل في الشريحه الثانيه كيف تكون مراجع. يعني احيانا تعرف اسوي حركه وانكشف فيها ويزعلوا مني، يعني اعطي شخص اعرف انه مهمل اعطيه العمل، واحيانا يتحفز وينجزه، وانا اكون اساسا شغال فيه ولاني معتبر انه هو حينجزه، وانجز واسوي ولا ارسل احد غيري واسوي معاي، في النهايه يكتشف كم مره كفشني وجاء كذا لامني. فقلت له لا بالعكس، انا اعطيتك ابغى اختبرك، وانا اخطات صح اعترف، ايوه اخطات اني ارسلت كذا، بس انا كنت والله شاك في كذا، خلاص الحين صار عندي ثقه فيك، ما عاد راح اسوي زي كذا. وبرضه مره يطلع مره يجي، وانا في نفس الوقت انا اشتغل شغلي عشان انا اللي مسؤول امامه، لكن افعلهم. احيانا يعني شوفوا اعطيهم اعمال انا اكون اساسا مالية فيها، بس عشان احسس واقوي مهاراته واعطي. احيانا في خطابات ما احتاجها،
ما احتاج يعني كثير فيها، لكن احتاج عشان لما يكون في اشياء ابغى اقوي مهاراتهم فيها اعطيهم هي يكتبوها ويسووها عشان ايش؟ اقوي مهارات، انه هذا من واجبك، ليس انه ما احتاجها خلاص يركن، لا عشان يتقوي مهارات. طيب انا اصلا الواجب توفيرها في المدير الناجح في مجال التخطيط موضوعي، ترى مسموح المداخلات اذا احد يبغى يداخل بالشات يرسل سؤال في ما سبق، لانه في ناس نحن لازم نتبع انماط الشخصيات في المشاركين، يعني في ناس انسان بيقول لك لا، لكن انا افضل لو كتبته في اخر المشاركه يكون هذا، انا افضل عشان لا نقطع سلسله الافكار للاخرين ولا نستخدم التفكير الزجزاجي، لكن لو حبيت احد يشارك او يعلق في شيء كده زي اوليه يوم تكلمنا على حق الدكتور تكلمنا على اشياء، انا اقرا الشات واقرا الشريحه الان وانا معاكم، يعني اي شيء ممكن نستوقف ونسويه. ولسه ان شاء الله باقي لنا ثلث ساعه وشرايحنا لسه. موضوعية في دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، هذا لابد أن يكون عنده موضوعية في دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي علشان يوصل لي، وواقعية ووضوح الأهداف التي يضعها للأنشطة لابد أن يكون هذه موجودة. كذلك الأهداف الإدارية، الأهداف الإدارية اللي هو أهداف محددة قابلة للقياس يمكن تحقيقها ملائمة لها إطار زمني، وهي الأهداف سمارت وهي ما تسمى بالأهداف الذكية. لابد تتعلم كيف أنك توجد تحدد الأهداف، لابد أن تتعلم كيف، لأنه حيجيك في تقويم الأداء والآن موجود في شو اسمه في أغلب الشركات أرامكو، والآن الحكومة اتجهت إلى تقييم الأداء الجديد اللي هو بالأهداف اللي هو يعتمد على الجدارات والمهارات، على الجدارات وعلى المهارات، المهارات اللي هي الأهداف. فلابد أنت تحط لموظفينك أهداف شخصية، مو شخصية إنها أسرية ولا شخصية، أهداف في مجال عمله تتوافق مع أهداف القطاع اللي أنت تشتغل فيه، تتوافق مع أهداف العليا للقطاع الاستراتيجية لكم. فلذلك لابد تتعلم كيف اللي هو سمارت، الأهداف الذكية، كيف إنك توضع هدف محدد قابل للقياس، أي محدد بزمن خلال السنة كذا كذا خلال الترم على الفترة دي ويمكن تحقيقه، ما تحط له هدف صعب تحقيقه، فتحط له هدف ملائم بالنسبة لمهاراته وقدراته وجداراته، له إطار زمني اللي هو تحدد فيه الزمن وقابل للقياس، إنه تقيسه مثلا بقياس مثلا بنقول إرسال، مثلا لو قلت سكرتير إرسال عدد من الإيميلات خلال هذا القياس، مثلا 10 إيميلات هذا العدد اللي هو عدد كمي وليس نوعي، الإطار الزمني اللي هو تقول مثلا خلال الترم الدراسي 1442-43. تمام، واضحة إن شاء الله الفكرة وكذا. طيب إعداد الخطط، إعداد الخطة نحن قلنا كل ما نرجع لهذا حنرجع إلى الشريحة دي عشان نكون عشان نكون واصلين، اللي هو تكلمنا عن الاتصال، تكلمنا عن التخطيط، التنظيم هو يشمل إعداد الخطط، فنحن الآن حنتكلم عن التخطيط. فهذه العملية الإدارية، نحن الآن نتكلم عن العملية الإدارية، لدينا نتكلم عن العملية الإدارية اللي هو أساساً صلب الدورة حقتنا. إعداد الخطط الإدارية، إعداد الخطط وهو جمع وتحليل وتصنيف البيانات، لابد أنك تكون عندك معلومات وبيانات عن إدارتك عن وحدتك عن أشياء، إعدادها إعداد وتوجيهها والأهداف الرئيسية، تحديد الأولويات وجدولتها جدولها. الآن في برامج جديدة وبرامج كويسة تحط الأولويات، تنبيهات، تكوين التنبؤات والمتوقعات التي يمكن، تمام، وتكون تنبؤات المهارات الإشرافية، ليس الإشراف ما هي مشكلة، طيب المهارات الإشرافية أو الإشراف عادي، حجيكم الشهادة بالاسم اللي معلن عنه، معلش فأنا قلت الإشراف علشان كده. طيب وتكوين التنبؤات والتوقعات، إحنا قلنا إشرافية إنك تشرف، الإشرافية إنك تشرف، ما في إشراف، إشراف يعني من باب المتابعة والإشراف، ما عندنا إشكالية، مو مشكلة، أخطأنا ما في مشكلة، أخطأنا وحجيكم الشهادة صحيحة، نعتذر وقلنا ما في أحد معصوم من الخطأ. تكون تنبؤات، كل واحد يصلح سيارته كل حصل خير كل واحد يصلح سيارته. طيب تحديد الأولويات وجدولتها، تمام. تكوين التنبؤات والتوقعات، وضع المشروعات والخطط، شوفوا المشاركات حلوة، أحيانا يكون يحتاج من نوع التدريب اللي هو التدريب الفكاهة، هذه أنواع من أنواع التدريب. فنحن هنا نشوف ما شاء الله بمشاركة الأستاذ عبير ووضحت أشياء، ما في حاجة الكل، وهذا يثبت لنا أنه كل ممكن حاجات تصير، أنت تفكر في شيء وفي بالك شيء وتعد في شيء، فهذا هو. لكن شوفوا تخلنا بمشكلة التدريب
فائده، الهدف اني اقول لكم فائده المشاركات، يعني لو واحد يشارك معنا تكون لها فائده فينا. في التدريب يسموه نظريه، في التدريب يسموه نظريه 80 20. 80 تكون على المشاركين اللي هم انتم، بحيث انكم اسئلتكم واستفساراتكم، و20 اللي هي المعرفه، المهارات. احنا ما في معارف في التدريب، ليست معارف انما مهارات او تغيير قناعات. التدريب يختلف عن التعليم بانه التدريب يعطي مهارات وتغيير قناعات، بينما التعليم يعطي معارف. فتكون 20% على المهارات اللي نحن نعطيكم هي والمفاتيح الاساسيه للتدريب، منها تستطيع انك تكتسب. فالمشاركه دائما جدا جميله من المشاركين، وتترد الدوره كثير. فعشان كذلك اتمنى لو تشاركوا زي كذا، يعني يكون مره جدا رائع، وانتم حتستفيدوا وحتتروا للدوره اشياء كثيره. وضع مشاريع وخطط، وخطه والخطط البديله، لانه لابد ان تحط بلان بي، خطه ثانيه بي. فمهم، هذا من الاشياء المفروض تكون عندك. بعدين شروط الخطه الجيده، ان تبني لها، ان تبنى على هدف واضح، ان يسعد الجميع يا رب، وان تتسم ببساطه، أن تعتمد على تحليل السليم للأعمال، أن تكون متوازنة، الاستفادة القصوى من الموارد المتوفرة. كذلك أن تحدد الأولويات بناء على الأسس التالية: أولها أهمية بالنسبة للأنشطة والأهداف، الارتباط بالتوزيع. تكلمنا عن الاقتصاد، تكلمنا عن التخطيط، كذلك التخطيط من أساسياته اللي هو إعداد الخطة. الآن نتكلم عن التنظيم، وهو بناء العلاقات اللي هو تكلمنا عنه أولية، بناء العلاقات بين أجزاء العمل ومواقع العمل من خلال السلطة الفعالة بهدف تحقيق الاهتمام والترابط والأداء العملي بطريقة جميعة ومنظمة لهم. كذلك يعتمد على مقومات التنظيم: التغير، التغطية الشاملة، الواضح، التوازن. تمام، بالنسبة لهم تغطية واضح كويس، الجماعي واضح، ممتازين، شاركوا أحسن ما أحسنتم. تغطية شاملة، وضوح، التوازن، هذه مقومات التنظيم. طيب، عناصر واجب توفيرها في المدير الناجح في مجال التنظيم: العناصر، الكفاءة في تقسيم وتوزيع العمل، الدقة في تحديد الهدف ومهام ومسؤوليات الواحد الذي يشرف عليه، الوحدة الذي يشرف عليها. تمام، توافق تغييراتها مع الأهداف الاستراتيجية للمنشأة، المرونة في العمل، هذه كمان من العناصر اللي تساعد في التنظيم. كذلك الكفاءة في تبسيط الإجراءات العمل وتدوينها، كيف تكون عندك الآن اللي عندنا دحين مع التدريس شو اسمه في صوت. بالنسبة ل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مع حقة كورونا، اللي هو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، التدريب عن بعد، التعليم عن بعد، الأشياء. فجاءتنا الآن اللي هو الرقمي، اللي هو من زمان كنا نقول الأتمتة، تحويل الإجراءات إلى شو اسمه، إلى إلكترونية. فالآن التسارع الرقمي، كيف أنه ممكن نوصل إلى الرقمية، التحول الرقمي. ممتاز أستاذ حسن، التحول الرقمي في بالنسبة لنا. فلذلك مهم أننا هنا نبسط الإجراءات. إيش خلاني أتكلم على التحول الرقمي في العنصر كفاءة في تبسيط الإجراءات؟ فالآن حين تبسط إجراءاتك، التحول الرقمي يختلف عن أتمتة الإجراءات، بأنه ليست تنقل ما هو تعمله، ما اللي تشتغل به يدويا تحوله إلكترونيا. هذا ما هو يسمى بممتازية الثورة الرقمية الآن موجودة. بس أنا بوصل لكم في الفرق ما بين التحول الإلكتروني اللي هو إجراءاتكم من كده، وفرق ما بين الرقمي. الرقمي اللي هو تبسيط الإجراء، يعني أنا كنت أعمل مثلا أدخل الدورة كذا كذا، أبدأ أبسط الإجراء بطريقة أخرى. هنا توصل إلى رقمي، وهنا تختلف ما بين التحول الإلكتروني اللي هي الأتمتة، ما بين التحول الرقمي. الدقة والوضوح في تحديد الصلاحيات جدا مهمة، لابد أنك تحدد صلاحيات لمرؤوسينك لموظفينك. فنحن نتكلم، ما قلنا ما نعطي أو نقلل،
تحددها، تعطيلهم، تدقق، تسوي بديل. بالنسبه في التنظيم والقصه، مره يعني اخذناها في القياده وفي الاشياء، يقول لك في رئيس شركه عزم مدراء او رؤساء والمشرفين او الاشرافيين في استاذ سامي او سلمى من الصوت من عندكم في الاعدادات. طيب عزمهم في مأدبة عشاء، وعلى العشاء هم يتعشوا، طلب منهم انه بكره مسافر الصباح الفجر، ويبغى واحد من المدراء يطلع معاه في رحله عمل. طبعا جاء للمدير المالي مدري مين، وجاء للمدير هذه، وجاء للمدير العلاقات العامه، كل واحد قال له والله لو بكره بس، لا اعطيني بس اعطيه واسوي وافعل، هذا عندي مهام وهذا عندي كذا. هم كلهم يتمنوا انهم يروحوا معاه رحله العمل، بس انه ما حدد صلاحيات، ما فوض، ما اعطى. فلكن واحد منهم قال اوكي انا ما عندي مانع. استاذ، شو استاذ زيد زينادي يقول لك يا سامي اخرج وادخل مره ثانيه هيتعدل معك الصوت، واشبك المايك حقك اذا كنت من جهاز قبل ما تخرج وتدخل، واذا كنت بعد من الايفون هيشبك معك ويدخل، او من الجوال. فشوفنا كيف نرجع لقصتنا. المهم اتفقوا، طلع واحد مدير من المدراء قال انا ما عندي مانع. قالوا ليش انت يعني ما عندك شغل؟ لا لا ما تشيلش هم، انا مرتب عملي ومجهز كل شيء. المهم جو الصباح، لما جاء الفجر كلم قال له خلاص لا تجي نتقابل في الشركه. راح الشركه كتب قرار انه هو كان يحتاج يعين له نائب، فكان صعب يختار من المدراء اللي فيه، لانه لو جاء حد تجي نفسيه وتحفيز، وما يبغى يخسر احد في مجال عمله، ولا يبغى كمان القسم اللي ياخذ منه الموظف يتاثر ويحط عبء على النائب حقه مع القسم اللي هو يشتغل فيه. فلاحظ عنده كان هدفين، المدير واضح، القائد ما يبغى القسم اللي هياخذ منه المشرف الاداري منه هيتاثر، هذا تاثير للعمل ومردوده حيكون عمله، هذا هو التفكير المؤسسي السليم في العمل. كذلك ما ابغى العلاقات الاجتماعيه، ما يكون في العلاقات اللي درسناها واللي كله في بدايه الدوره اخذنا المهارات، ما ابغى اسوي علاقات اجتماعيه سيئه ما بين المشرفين، تمام، او اوجد نوع من التحفيز السلبي، ابغى احفزهم كذلك للعمل. لاحظوا من القصه هذه كم مهاره تدريبيه اخذناها، التحفيز انه بعد كده خلاص حيتعلموا وحيشوفوا هذا المشرف كيف عمل، كيف حفز، علشان ممكن يوم من الايام يتم اختيار احد فيهم، خصوصا لو يكون المشرفين في سنهم صغير، واللي يختاروا كمساعد يكون سنه كبير خبره، حيجي يوم متقاعد، فهذول حيتعلموا، فحفزهم وعلمهم معلومه بطريقه كذلك. هذه ثلاثة مهارات. الرابعة الطريقة التي حاور فيها وأخذ فيها قرار، ما حد يجي يقول له يلومه ليش أنا ما اخترتني، أنا أكثر شيء عملا، أنا أقعد في عملي، أنا أشتغل في عملي حتى في البيت، أنا أنجز، أنا أولى أني أكون نائبة. أنت مكانك وعملك الأساسي اللي أنت فيه ما قدرت، لكن شخص هذا مرتب عمله فيهمني، بالعكس قسمك اللي أنت فيه محتاجك، أنت الرجل الأمثل. فشفت كيف الفكره؟ ان شاء الله وصلتكم هذه الفكره فيها. كيفيه تنظيم الوقت طبعا مهم جدا، وهي هذه دوره اساسيه في اداره الوقت. اللي ما عنده مهارات تنظيم الوقت لابد ان يحضر على دوره اداره الوقت. هو اسباب خصائص قائمه الاعمال اليوميه، تسوي لك اسباب ضياع الوقت، تحط ايش سبب ضياع الوقت، زي كثره القهوه والشاهي والحديث والمهاترات ومدري ايش، او انك مثلا تضيع وقتك، عدم وجود الموظف ما عندهم مهارات طول الوقت تشرح لهم، عدم استيعابهم بكل مره تاخذ وقت في العمل، جدول اليومي لكم لابد انكم، فكره جدا جميله لكم كمشرفين، مره حلوه حتى تحفز العشر دقائق او الربع الساعه الاولى تجتمع مع جميع موظفينك، خصوصا لما يكون العدد ما بين 20 15 شخص، تجتمع او تاخذ كل مهتم وحده الوحده ومعدل، تجتمع معهم الصباح ايش عملكم خلال الاسبوع هذا، حيقول لك 1 2 3، تسجلوا تاخذ الاعمال، تجي كل يوم تجتمع معهم صباح الخير، محمد عندك كذا، منيره عندك كذا، سامي عندك كذا، حسن عندك كذا، ايش سويت في كل صباح؟ كانكم إيه؟ وبعدين حقيقي يجي يقول لك لا، يقول لا نحن نشرك، ومنها اشراك جميع الفريق في الوحده او في القسم اللي يصير في القسم، حتى لما احد يسالك برا المنظمه حقتك يكون، وبذلك انت حسستهم بالانتماء للمنظمه وحسستهم بالانتماء الى وبعدين كمان كذلك في من الاساسيه التاجيل والتسويف، قلنا
هتتلغى هتلغي هتقضي على التسويف، هتقضي على التأجيل بالفكرة الإشرافية اللي أعطيتكم هي الآن، المهارة اللي قلت لو تجي كل صباح تجتمع معاهم بود، ما يمنع إنك تجيب معاك يوم أي حلا من البيت مسوينه، ثلاجة القهوة موجودة، حاجة لطيفة، بس لا ابعد عن الأحداث الحوادث الجانبية، ابعد عن ما هو في وسائل التواصل الاجتماعي، ابعد، لا مانع إنه يكون مقتطفات أشياء بسيطة، ومن دون ما توجه إنه ما يبغى كذا، لا أنت دائما تجي بالله لو سمحت مين اللي سوى كذا؟ مين فعلته؟ مين يتحدث اليوم؟ وحاول إنك تحط كل يوم واحد يتحدث عن عمله، واحد فيصير انت ما تتحدث كثير، المهاره اللي اخذناها وليه ما تتحدث كثير، ما تتكلم كثير، حيتكلم حتى ثاني يوم كل واحد فيهم حيحسب حساب انه اليوم اللي بعده هو اللي حيتكلم، هو حيصير، فكذا انت اجت فيها هذه المهاره اللي ممكن تغلب عليها. ارشادات لمقارنه ونزاع التاجيل، معرفه متى تؤجل، معرفه انواع الاساليب التي تستخدمها عند التاجيل، ارشادات خاصه للمهام والاعمال الصعبه. بعد كده نتعلم مهارة التفويض الفعال، اللي هي مميزات التفويض الفعال، عشان قربنا باقي 10 دقائق والشرايح لسه كثير، معلش سامحوني همشي بسرعة، فاللي ما يفهم حاجة آسف أعتذر، اللي أتكلم بسرعة وأعدي عليه يقول لي وقف أو عيد هذه وهعيدها. مميزات التفويض، هذه مهارة ودورة كذلك، شوفوا كل عنصر من هذه العناصر اللي اخذناها انت لابد تاخذ دورة كاملة فيها علشان تتعلم، وممكن انتم ما شاء الله عندكم طلاب جامعة المركز اخذتوا مهارات الاتصال، اخذتوا مهارات التفويض، مواد كاملة ودرستوها، او ممكن ما يكونوا فيكم عنده ما شاء الله اتقان وابراع اكثر مني، حتى ادارة الوقت، وقت لكل شخص وقت اطول، مرونة اعلى، نتائج اكثر وضغوط اقل. بعد كذا هنتكلم بالنسبه للمنظمه، هذه بالنسبه هذه حتكون بالنسبه اللي هي تكلمنا عنها هنا لك شخصيا، يعني اشياء شخصيه وقت اطول، هذه من التفويضات وقت اطول، وحنتكلم هنا عن المنظمه، بالنسبه للمنظمه انتاج اكثر، تشغيل افضل بالنسبه لك، معلومات ومهارات، تخطيط ومتسلسل افضل، مرونه اعلى، تعطيلات او ازمات اقل. كذلك من ماذا نفوض؟ يعني ماذا تفوض؟ المهام التي تتطلب مستوى منخفض من المهارات، احيانا في مهارات بسيطه، المهام التي تستهلك الوقت، المهام التي يستطيع المرؤوسين القيام بها افضل منك، في مهارات واشياء تستطيع منها، انت لما تقعد مثلا تكتب الخطاب، تعد الخطاب وتعد فيه وتسوي فيه وكل شيء، وعندك ناسخ وعندك هذول، ايش الفائده منه؟ وبرغم انه مهاره انك انت تكتب تتعلم، المهارات التي يمكن تدريب المرؤوسين على القيام بها في نفسهم، زي الحين مثلا عندك جوك وقالوا لك الطابعه خربانه، طيب اوكي خربانه، تدخل انت تتصل على الصيانه وتقدم طلب، طيب اوكي هذه في قسمك، هذه في مكتبك موظف اتصالات، قدم عليها طلب، ارفع عليها طلب، تابع الصيانه، هذه المهارات اللي تفوض فيها، مو ترجع لك كل شيء لازم، ايش سويت انت؟ ايش الاجراء اللي اتخذته؟ خلاص هو بعد كذا تخرب تعطل، خلاص هو ما انت عارف؟ ما اعرف، تطلع له ارقام الفنيين، تطلع له القسم المتخصص، تعلمه مره واحده، بعد كده خلاص، لانه الماكينه مو ما حتعطل مره ثانيه، حتعطل، شفت كيف؟ من المهام اللي قلناها والاشياء، هذا كمثال، انا موظف اتصالات اداريه، الماكينه عندي خربت، ما اقدر لا اصور اوراق ومعاملات، لا اقدر اسوي سكان وارسل، طيب انا ما اقدر وخربت، ما اعرف لا احد، جيت للمدير اللي هو المشرف، انت جيت جالك، انا جيتك انت المدير حقي، اوكي طيب ممتاز، حرفع سماعه على المشتريات، رقم الشركه، الفني اتواصل معاه، ممتاز ممكن نص ساعه، ممتاز يعطيك العافيه استاذ سيد، ما عندنا اشكاليه، يعني يصير معنا وقت الحمد لله. طيب فشفت كيف فصلت الفكره، فنحن يصير باذن الله انه الدوره اللي قبل طولنا ال 11 وشويه وخرجنا كلنا من الجلسه، عشان كذا عندي فوبيا من ما بعطيكم المعلومات وباختم معاكم علشان لا يخرجنا من الجلسه. شكرا استاذ سيد، يعطيك العافيه وجزاك الله عنا الف خير. فشفت كيف؟ جيت انت كمشرف اعطيتني رقم الاشخاص اللي الفني اتواصل معه، خلاص انا بعد كده ما حرجع لك، انت فوضتني. انا بعد كده كل ما يخرب هذه تحتاج الى صيانه، حجلس مع الفني،
ممكن يوم يجي الفني تشرف تشوف ايش الاشياء اللي تصير، ممكن يحتاجوا تعبئه استمارات وورق عندك، خاص يجيك بس الاستماره معبايه توقع عشان انت كمشرف ومسؤول عن انه تم اجراء الصيانه، وممكن تفوضوا في الاشياء البسيطه انه هو يوقع اذا مسموح ولازم يوقع، ما هي مشكله يكتب اسمه ويوقع. هذا هنا اهميه التفويض والصلاحيات. كذلك يكون المشكلات المرتبطه بالروح والمعنويات والانضباط، مراجعه وتقييم الاداء، هذه من الاشياء المهمه. انا والله شوف عندي موظف معايا عشان احفزه، وانا جبته في وقت التقييم الاداء، جلسته على مكتبي فتحت له التقييم، اكتب اللي انت تبغاه، هذه اهدافك، ناقشته ايش حقق فيها، اعطيته درجه الاداء في تطوير الذات وفي نواحي القوه ونواحي، اكتب ايش تشوف نفسك، حط، ما خسرت شيء، ما خسرت حاجه، ايش انا خسران؟ بالعكس حفزته، هذا التصرف اللي عملته معاه انا كسبته ما خسرته، وهو انسان مجتهد وممتاز وماسك لي اكثر من وحده فلذلك لازم تعطي الناس حقها وتحفزه بهذا السبب. انا كنت اقدر اكتب عليه كلام واكتب له كل شيء ممتاز واعطيه وارسل له وحارسل له اياه ويوافق عليه وجي. بس كيف الشعور لما جبته وجلسته منك انت او اسوي الانسان ما عارف هو ايش يكتب، هو بنفسه ينعطك انت ما تعرف، اي تعال سوي كذا، اكتب كذا، حط، كسبته مهاره لو بيروح يشافي في مكان يعرف كيف يسوي نواحي قوه ونواحي ضعف. هنا التدريب على رأس العمل، وفي نفس الوقت كسبته كأخ وزميل وصاحب، وهو إنسان يستاهل لأنه أدى عمله بكل أمانة بكل إخلاص، واستاهل إنه يكون العمل الممل أو غير الهادف أو غير الضروري جدا مو حلو. لابد الألفة، لابد المحبة، لابد كمشرف توجد هذا الشيء، العناصر واجب توفرها في المفوض الناجح. ما هي العناصر التي يجب توفرها؟ إتقان 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 عملية التفويض. لابد أن تأخذ دورة التفويض ممتازة. الأمانة هذه في إيش؟ في الشخص ككل، لكن في التفويض لما أي ممتازة، فهمت عليك، اتصال الفعال ممتاز، التواصل، إنه الشخص لما أفوض أكون أعرف إن هذا الشخص أمين، لما أعطي ختم الإدارة أو القسم اللي فوضته مع شخص اعرف انه هو امين وتحمل مسؤوليته مع اتخاذ الاجراءات. هذه من الاشياء، فلذلك علشان تصبح مفوض ناجح لابد ان تاخذ دوره التفويض. طيب حنتكلم عن الرقابه، وقلنا اننا في الشرائح اللي في الشريحه اللي هي الاعمال الاداريه تكلمنا فيها عن الاتصال، وتكلمنا فيها عن التخطيط، هذه هي تكلمنا عن الاتصال، تكلمنا عن التخطيط، تكلمنا عن التنظيم، حنتكلم عن الرقابة. الآن حنتكلم عن الرقابة. مراحل الرقابة، وضع معايير الأداء، لازم عشان تراقب الناس لازم تحط معايير عشان تعرف قياس هذا الأداء الفعال، مقارنة الأداء بالمعايير، تصحيح الانحراف إذا وجد انحراف. تمام؟ طبعا هذا كله يتحقق بايش؟ بمفهوم عناصر الرقابة اللي لابد أن تتعرف عليها من مفاهيم العناصر الرقابة، تتعلم على مؤشرات الأداء، تتعلم على وضعيتها. بعد كده حنتكلم عن منها من عناصر بمشكلة جات من عناصر الرقابة التوجيه، تمام، القيادة، هذا لازم تكون عندك هذه المهارات. بالنسبة قلت لكم مهم إن أنا أشبه كده، مش مهم إنك تتعرف على ما هو القائد، هذه من اللي هي عناصر التوجيه. القيادة في مفهومها الإداري هي قدرة المدير على إدارة الموارد البشرية وتحفيزهم والتأثير فيهم للقيام بالأعمال والمطلوبة منهم على رابط حضور الأستاذ حين أجيكم على أكمل وجه، وذلك من خلال السلطة التي يمارسها في سياق اطلاعاته بالمهام والمسؤوليات. تمام، بعدين يجي المهارات الأساسية الواجب توفيرها في القيادة اللي هي المهارات الفنية، المهارات الإنسانية، المهارات الفكرية، مفهوم القائد التحويلي اللي هو إنك تتأمن مفاهيم القيادة اللي هي التحويلية، اللي هو يمكن تعريف القيادة التحويلية بأنها القائد الذي يرفع من مستوى التابعين من أجل الإنجاز والتنمية الذاتية، والذي يروج في نفس الوقت عملية التنمية وتربي وتطوير المجموعات والمنظمات. أشتتوني أنتم بالشات حقكم بالتحضير وبالأشياء دي. لجعل الله الرجل قلبين في جوف واحد. شخصية القائد التحويلية
الجانب الشخصي، الجانب المهام الهامي، الاستثارة العقلية، الاهتمام الإنساني على المستوى الفردي. فلا بد أن نتعلم ما هي القيادة التحويلية وما هو دور القائد، كيفية القائد التحويلي، التحفيز يكون بالتحفيز، التحفيز هو القوة النفسية التي تحدد السلوك الموظف في الشركة وتحقيق المحدد. كذلك يكون التحفيز الدوافع والسلوك، اتخاذ الحوافز، تحريك الدوافع، التوجيه هو هذا يحقق الأهداف. الحاجات الإنسانية نتكلم عنها هرم ماسلون، ليش الصورة جاية مقلوبة هنا، اللي هو أو هو المفروض يكون أول شيء، بس معلش الكتاب من هنا شكله من البرنامج، الاحتياجات الفسيولوجية اللي هي الأساسية، الغذاء والراتب والشيء، بعدين الاحتياجات الأمنية، الاحتياجات الانتماء اللي هو الانتماء لشركتنا، بعدين احتياجات التقدير اللي تحققنا إلى تقدير الذات والثقة. هذا هو عندكم يمكن كمان طلاب الإدارة درسوه. أي قلنا مقلوب النجاح، فالمفروض الكتابة ليس الهرم بس إنه الكتابة سلايدات حتجيكم. الصوت ممتاز يقول لكم أستاذ سيد، أو سلايدات أستاذ سيد أرسل لهم، هي عندكم موجودة وصلتكم، إذا ما وصلتك أستاذ سيد أنا أرسلك إياها الآن على الواتساب وترسل لهم. طيب بعدين قلنا إنه تطبيق الإداري لمفاهيم الاحتياجات، أين يقع العاملون على سلم هرمون للاحتياج، تبدأ تشوف العاملين لك اللي هم المرؤوسين في أي سلايد. يعني في ناس فيهم يحتاجوا إلى فسيولوجية، مثلا عندي وأنا حققتها، يعني هنا عند الناس يحتاج إلى إنك تحفزه ماديا، وظروف الاقتصادية تعبانة، عليه قروض، عليه إيقاف خدمات، عليه حتى أحيانا والله يجيك موظف من الموظفين يقول لك ما عندي حق البنزين حتى أجي للعمل. فهنا تعرف إن عنده احتياجات فسيولوجية، فتقوم تحول له مبلغ عشان يسحبوه عشان يعبي بنزين عشان يجي. هنا دور المشرف ترى هذه الأشياء، وبعدين تشوفه كيف انك ممكن دي. الامن والسلامه، احيانا يكون والله موظف انضغط من زملاء، صار بينهم مزح وزياده، فصار ينحرج، فصار ياخذوه بالعاميه طقطق عليه، تبدا او موظفه فتبدا ايش تجي تشوف والله في موظفه جات في بيئه زميلاتها كلهم يلبسوا ماركات ومدري ايش وزي كذا، تحاول تسن سنه انك انت بنفسك تلبس من الاشياء البسيطه، انت بنفسك كمديره تلبس من الاشياء البسيطه، تاخذ من محلات لما تشوفي هذا الشيء، ما انت كمان تجيبي شنطه من ديور ومدري ايش، تحاول عشان تكسبيها اذا كانت ممتازه وعمليه وهذا. فهنا هذا هنا تطبيق، كيف تطبيق الهرم ماسلو في مع الموظفين، وفي اي وتحدد هنا زي ما قلنا في الشريحه هذه، اين يقع موظفينك، اين يقع العاملون اللي هم المرسلين، شو اسمه، اين يقعوا في الهرم. حل المشكلات واتخاذ القرار، تتطلب تعريف المشكله الى النحو وتصحيح ضروره التفريق بين الظواهر الاساسيه، كذلك تحل المشاكل والهدف منها اللي هو اذابه الثلج، مراحل اتخاذ القرار والعوامل المؤثرة فيها، من مراحل اتخاذ القرار العوامل البيئية الخارجية إذا كان وجدت زي ما تكلمنا، إذا كان خارج العمل وأشياء تحاول أنك تساعد فيها وتساعد فيها، عوامل البيئة الداخلية إذا كانت موجودة داخل العمل، عوامل المتعلقة باتخاذ القرارات، درجة التأكد، عامل الوقت، كذلك من معوقات اتخاذ القرار اللي هي معوقات اتخاذ القرار، منها عدم تمتع بعض المتخذي القرار بروح المبادرة والابتكار، انشغال بعض المرؤوس والمسؤولين بأعمالهم، التهرب والتقاعس عن واجب المسؤولية، تدخل السلطات العليا في إلغاء القرارات، تحكم الروتين الحكومي، كذلك أوصيات 10 بالأوامر المتعلقة بتنفيذ القرارات. بعدين حنتكلم عن تقييم الأداء الوظيفي، وتقييم الأداء الوظيفي عملية مستمرة، ووضع المعايير، جمع المعلومات، جعل مراجعة الأداء المعايير تصحيحها، وبعدين تقول الأخطاء الشائعة في عملية الأداء الوظيفي خاصة قربنا تشيلهم، ما تبقي حاجة كثيرة، ما تبقي شرائح بسيطة. تمام، اللهم صل وسلم على محمد. من الأخطاء الموجودة في تقييم الأداء اللي هي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، تأثير الهالة اللي هو مثلا إذا كان الموظف فيهم الميل بالواسطة، الميل إلى التشدد والليونة، إنك تكون مرة شديد ومرة لين، كذلك الميل إلى تأثير بالأعمال،
الأساسية. طيب في في مهارات، دقيقة في حاجة أبغى أوريكم، هي أبغى أقول لكم عليها جدا مهمة. نحن الآن وصلنا إلى عند تقييم الأداء بالنسبة لهذا الشيء. طيب في مهارات أساسية لابد أن تتوفر في المشرفين، وهي خمسة مهارات أساسية. المهارات الأساسية للمشرفين أنه يقود الفريق، هذا مهم. إحنا هنا قلنا الخطوات العملية لتقويم الأداء. لما تيجي تسوي خطوات عملية لتقييم، خلاص قربنا ما عاد بقي إلا ربع ساعة أو 10 دقائق ونخلص، أقل من 10 دقائق. يعطيكم العافية، لكم بس أعطوني أذانكم صاغية في هذه الدقيقتين، لأن هي لب الدورة. الدقيقتين الآن هي لب الدورة بإذن الله، اللي هو المهارات الأساسية للمشرفين، أفضل المشرف الأفضل أو الإشرافية الأفضل، بأنك تكون أنت كرئيس أفضل ومشرف أفضل لعملك، يقود فريق العمل. لابد أن تقود فريق العمل، يدير المهام، يحل المشكلات، ويقدم. شوفوا، لازم تتعلم كيف أنك تسوي تقارير، تقدم تقارير إلى الجهات الأعلى والأسفل منك، حتى لموظفينك كيف نتقدم. طيب المهارات الإشرافية الأساسية، مهارة القيادة وتكلمنا عنها، مهارة إدارة الوقت وقلنا لكم، المهارات الفنية والتقنية، ممتاز الفنية، ما أحسنت، ممتاز. المهارات الفنية والتقنية، كذلك مهارات التواصل وتكلمنا عنها وكيف كنا فيهم، مهارات المحاكاة، إنك تتعلم كيف تحاكي الواقع وتحاكي فيه. قلت لكم في الهدف الثاني إنه الصلاحيات هذه الشريحة، إذا عدمت الصلاحيات أصبحت المهارات والمؤهلات لا قيمة لها. أنت طالب، هذا المقص، أنت موظف حاصل على بكالوريوس، حاصل على دورات تدريبية، حاصل على أشياء، إذا لم تكن لديك صلاحيات فلا قيمة إلى مؤهلاتك ومهاراتك. كذلك إذا كنت أنت رئيس أو مشرف أو في منصب إشرافي ولم تفوض، تكلمنا عن التفويض في النقطة دي، لم تفوض من لديه المهارات والمؤهلات لا قيمة لها. نهاية الدورة الإشرافية، أنت المهارات الإشرافية، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسداد. إن أخطأت فمن نفسي، وإن أصبت فمن الله، وجزاكم الله عني وعنكم خير الجزاء. أشكركم على وقتكم واستماعكم. الآن نفتح حلقة النقاش إلى 10:30 إذا حبيتوا، زي ما تفضل علينا الأستاذ سيد حجازي بإعطائنا الوقت. إذا حبيتوا، اللي عنده أي سؤال أو استفسار، نحن في خدمتكم. الله يجزاكم خير ويعطيكم العافية جميعا يا رب. أي سؤال أو استفسار، أو نعيد نشرح نقطة نوضحها، أو مهارة تحبوا تتعلموها، أنا في هذا الوقت بين يديكم. اتفضلوا، في أي سؤال، في استفسار، يعطيكم العافية يا رب. شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء، أستاذ تركي وأستاذة فاطمة. هل في شهادات؟ طبعا في شهادات، وحتوصلكم على الإيميل اللي تسجلتوا فيه. ما قصرتوا أنتم، الله يسعدكم، شكرا على وقتكم. يعطيكم العافية إن شاء الله بإذن الله. بس في سؤال في اسم الدورة على النظام، مهارات، هي هيجيكم نفس الأستاذ ماجد، مهارات الإشرافية، نفس الاسم، المهارات الإشرافية ومهارات إشرافية، هيجيكم نفس الاسم اللي مسجل لكم في الدورة بإذن الله، حسب ما عندكم إشكالية في الاسم. أهم شيء المفردات والمهارات اللي أنت حصلت. السلايدات أستاذ تركي هيرسل لكم يا أستاذ حجازي، والآن برضه أنا هرسل له هي على الواتساب، وأنتم معايا، وهيرسل لكم هي. أستاذ حجازي عندكم هي سلايدات، تمام؟ أرسلتها للأستاذ سيد حجازي، السلايدات الآن موجودة عنده على الواتساب، هيرسل لكم هي بإذن الله. الصباح هيرسلها للمسجلين بالدورة بإذن الواحد الأحد، والآن هي موجودة، حتى أرسلت لكم باوربوينت مفتوح عشان اللي بيستفيد، اللي بيعدل، اللي بيشوف. الله يجزاكم ألف خير، هيرسل لكم هي بإذن الله. أستاذ ماجد الحارثي هيرسل لكم هي، أستاذ سيد متعاون ومن الناس المجتهدين، الله يعطيه العافية في التعليم عن بعد، وجميع الأخوان في التعليم عن بعد وعمالة شؤون الطلاب، أستاذ ناصر عسيري أعطيهم العافية. وإن شاء الله، وأعتقد أنه هذه الدورة هي آخر دوراتنا في الترم هذا، في السمستر هذه هي آخر دورة إلى الآن. اللي عمل استبانة عيدها، إذا كان يحتاج إنك تعيدها عيدها أفضل.
الآن ما في دورات، أنا أقدم دورات عن طريق المركز التعليم، مركز المشروعات المتقدمة، كل أسبوع، احتمال الأسبوع الجاي عندنا دورة اسمها دورة التأهيل الوظيفي، والدخول فيها مجانا عن طريق المايكروسوفت، يمكنكم ترسلوا رقم الهوية والإيميل، ومعتمدة من المؤسسة العامة. هذا إيميلي حكتب لكم إياه الآن، اللي يحب يدخل في الدورات هذه مجانية يراسلني. هذا إيميلي m_q05@hotmail.com. سهل، اللي يحب يحضر دورات معتمدة من المؤسسة العامة مجانية يقدر يسجل يراسلني على الإيميل، وبإذن الله حرسلها لمدير المركز ونقيمها نحن بصفة دورية. احنا نتوقف في شهر رمضان المبارك، وبإذن الله حنرجع. أحتاج اسمه، رقم هويته، إيميله، يكون ممكن ولازم يكون يدخل على منصة مايكروسوفت تيمز، ورقم جواله، وبعدين الشهادات يأخذها من عن طريق منصة منار، وهذا خدمة مجتمعية للمجتمع. طيب، ممكن رابط الحضور، رابط الحضور أرسل لكم يا أستاذ سيد، ارجع للشات فوق وحتلاقيه، أنا حشوف إذا حدخل للشات إذا موجود حنسخه وأرسل لك إياه مرة ثانية. هذا أعتقد هذا هو. أستاذ سيد ارسل لهم رابط الحضور إذا كان ممكن، على أساس إن أنا دورت ما لقيت في رابط أرسلته أستاذ عريج، يوم فكيته أورور خطأ، مركز المشروعات المتقدمة. ممتاز أستاذ شيماء، أيوه إذا حبيته يعني ليس سوء دعاية، هذا مجان. التحضير آلي أستاذ سيد، يقول لكم التحضير آليا، يعني ما يحتاج إنه في رابط حضور، عشان كذا ما في رابط. جزاك الله خير أستاذ سيد على التفاعل. نحن نبغى استفسارات مجرد من حضور الدورة، مجرد حضوركم للدورة سجلتم، أستاذ حمزة يفيدكم، فاللي شو اسمه نبغى نسأل إذا في حاجة تحبوا تسألوها عن الدورة استفسارات، لأنه هذا يعني ترجع زي أستاذ سيد والشباب في عماد شؤون الطلاب، أستاذ ناصر، الناس يعني جالسة، وفي بعضكم نبغى حاجة نستفيد. عندي سؤال، الله يسعدك، إيش أفضل طريقة تثبت نفسك في فريق العمل؟ مشرفا او قائدا، مبدئيا ابتعد عن المشاكل بين الفريقين. من اهم استاذ ريم، من اهم في دوره قدمناها في الايام اللي في الترام اللي سابقه في برنامج كوفو، اللي هي مهارات فريق العمل، من اهم اثبات النفس في فريق عمل. لابد ان يكون فريق العمل متجانس، متعاون، عشان لا توجد فيه اي مشاكل او اي خلافات، تمام؟ فلذلك مهم ليس انك تثبت نفسك انك مشرف او قائد شيء. قلت لكم ايش اولي، قلت لكم في فريق العمل انا كمدير اداره في قسمي احيانا اشيل من دور المدير والاشرافي واصير عضو في الفريق، علشان ان يهمني تحقيق الهدف والمنشأ له. فيتبات النفس بالمهارات اللي عندك، الثقه في النفس بمهاراتك وقدراتك ومعارفك، هنا تكون الثقه بالنفس. لدورة. والله شو ما اقدر انا اقيم لكم، لما اقول افضل منصه منار او منصه اثراء لازم اكون قد سويت عليها دراسه وسويت عليها مقارنات. انا ما ادري، انا منصه منار ما تعاملت معها، اثراء اللي هي تبع معهد الاداره اخذنا منها دورات بحكم الوظائف الاداريه والاشياء، فما اقدر اقول لك اي افضل او شيء. طيب، القياده بالنسبه لك 3 سنين خبره وفي تتغلب عليها المشاكل، لانه الاختيار في فريق العمل لم يكن سليم وصحيح. تقلص صلاحياتك كمشرف، هل تسمح لمدير بتقليص صلاحياتك كمشرف؟ نعم، في نظرية إدارية تسمى الإشراف، الصلاحيات تنزع ولا تعطى. هذه نظرية إدارية تدرس في قسم الإدارة، اللي هي الصلاحيات تنزع ولا تعطى. هذه من الأشياء المهمة، إنك سواء موظف أو مشرف أو شيء، إنك أنت كيف تنزعها؟ ما تتنزع بالعباطة وبالمشاكل وبالأسلوب المنافس، تتنزع بمهاراتك وقدراتك وثقتك في نفسك وأفكارك وحضورك وحلك للمشاكل. هذا هي اللي تجي. التسجيل في الدورة اللي أنا عملها، قلت لكم أعطيتكم إيميلي، راسلوني بالبيانات اللي طلبتها منكم، حرسلها للمركز، حيجيكم إيميل حتسجل فيها بإذن الله. بس إنه وقتها من الساعة 2:30 للساعة 3:30 4 وقت الدورة، ما هو مسائي، يعني اللي يكون عنده وظائف أو عنده أشياء أو إنه خارج من عمله وخارج من دراسة، هذا وقت الدورة دائما من الساعة 2:30 إلى وقت. طيب، الإتراي من معهد الإدارة العامة، ممتاز، ومنصة منار هي منصة تدريبية للأشياء. أول
طيب اذا ما في احد اذا عدى وما قريته يعيد ينسخ ينسخ اللي كتبه ويحطه عشان اشوفه، تسهل الامور المرؤوسين تكون على شو اسمه، تكون على ميزانية المنظمة، اللي هو تسهيل امور المرؤوسين تكون على ميزانية المنظمة او على حساب شخص. تسهيل يعتمد، شوف حسب المنظمه طبعا، في اشياء تكون مفروضه على المنظمات زي في القطاعات الخاصه استاذ حنان، تكون انه تامين الاشياء في، لكن دائما المشرف القائد المشرف الذي لديه مهارات يسوي وحده التكافل الاجتماعي بينه وبين زملائه، بين في اللي يسوي علاقات اجتماعيه، زي ما ذكرت لكم مثال زميلنا اللي كان عنده ظروف وتعب، فكيف سوينا له، كيف سوينا له لمينا له مبلغ اللي يسموهم عانية أو مساعدة أو فزعة، وسوينا له وأعطيناه، وحتى ما شوف أثره وأسلوبه معانا، وكيف إنه حتى كان محرج في البداية لأنه ما يبغى، نوعيته من النوع اللي ما يبغى، هو دائما كان يساهم في المساهمات اللي تجي وزعل في النهاية. قلت له ما يصير اللي عند الشيء اللي أنت تبغاه وترضى عليه، لكن بعدين لما حكينا أزمته وراح رفع، كان التحليل حقه ب 12 ألف ريال، وسوينا له سعينا له بواسطات جبناه ب 2000 ريال، وال2000 ريال برضه ما كان قادر يدفعها، ولميناها وسويناها ب 2000 ريال. فهذا شوف كيف اثره الطيب، نحن كاصحاب، حتى انا ممكن اقول دي. انا مره زي كذا، حتى انا مره في عملي جاني ظرف وما دريت الا الزملاء جمعوا لي وجو زاروني في بيتي وجو، يعني ما اخذته بانه فرحي لهم. انا يعني في اشياء ما فيها شيء، يعني هذا الاسلام امر بالتكاتف والاجتماع في غيره. ممكن تذكير المركز اللي خلاص ذكرته استاذ شيماء، انا طلعت زياده. طيب تسهيل للمرؤوسين ممتاز، يعطيكم العافية، جميل، الله يكتب أجركم وأجر الناس جميعا يا رب. يعطيكم العافية أستاذ شوق، رائع هذا، أنتم الأروع وأنتم الأجمل، وأنتم اللي إن شاء الله أنتم الجيل الجديد، أنتم اللي لابد أن تتزرع فيكم المبادئ والأفكار السليمة والقيم. دائما نحن في مغيرات وفي تقلبات، لابد الإنسان يوجد له قيم وخطوط مبادئ يمشي عليها. جدا رائع يا ابنائي لو تتعلموا معنى القيمة ومعنى المبادئ اللي انت تعيش عليها، لازم تحط لك خطوط حمراء، لازم تقوي في حاجة مهمة جدا انا كنت اقولها في دوراتي من اول، اعمل لحياتك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. كلنا ما ندري من هو يعني باقي ومن سيروح، في اي وقت يروح، فلذلك دائما اعمل زكاة علم، استغفروا وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دائما الجأوا الى اللجوء الى الله دائما عند مشاكل. ما دام انتم جالسين معايا وباقي لنا 10 دقائق هقول لكم حاجه تستفيدوا منها اذا ما عندكم اي سؤال او شيء. في والله نسيت الرابط، وكل ما بحفظ نسيت. يقول لك الانسان حينما يولد ينزغ الشيطان، وهذا النزغ من تكون من القرين حق الانسان نفسه. وقفوا شات واسمعوني دحين، ولا ابغى احد يقول حاجه، يعني اسمعوني جدا مهمه تستفيدوا منها. والعدد 110 ان شاء الله تجيكم فائده منه جديد. فيقول لك الانسان سبحان الله لما يولد ينزغ الشيطان، وهو اللي ياتي منه الصياح، فهو سلم منه الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء. هذا الشيطان هو قرينك الانسان نفسك. عرفنا كيف، ايش السبب انه الشيطان قرين معك، كل انسان له قرين معه. في طريقتين انه يتملكك هذا القرين، وفي طريقتين تتخلص منها من هذا القرين. كيف يتملكك القرين؟ واحد، إما يكون بحالات نفسية مثلا بحزن بألم بفرح شديد، يعني كده يقول الإنسان ما يفرح فرح شديد ما هذا الشيء، فإذا ملكك هذا القرين، إذا كان القرين ما تشوفوا ما تلاحظوا إنه دحين جاي شهر رمضان وتصفد فيها الشياطين وهذا، ونحن نسمع اغاني، في ناس تشوفهم حتى في رمضان رافع المسجل هو ماشي، تلاقي المسلسلات كيف تنتشر والناس تتابع، تجي، فهذا سبحان الله قرين، يعني قرين الانسان، ومو شرط احيانا تكون كذا. فقرينك هنا تعرف اذا في اي سلوكيات او اي عندك ذنب ما تقدر تتخلص منه، فتعرف انه قرينك مسيطر عليك. هذه الحاله الاولى اللي قلنا في القرين، انه يكون اما بحزن شديد او بفرح شديد. فهذا علاجه كيف؟ قلنا نحن في له طريقه، علاج هذا انك لا مانع انك تروح تتعالج لطبيب نفسي، ليس انت مجنون بس لا، تروح يسوي لك العلاج المعرفي، تحرير النفس، العلاج السلوكي، بالابتعاد عن المؤثرات السلبيه اللي كنت عايش فيها، انت حتى تقدر تدخل تتعلم في عمل في شيء يسموه التربيت. التربيت ادخلوا عنه اقروا عنه في النت، جدا حلو، تتعلمه يخلصك من
من الطاقات السلبية عندك. هذا قلنا كيف، لو انه بفرح شديد وحزن. يجيك الثاني اما بالعين او لا سمح الله، اسم الدكتور، مو دكتور، هذا استاذ منال، التربيت هذا علم، العلاج الوقائي يفيدهم. تمام، ممتازة، صح، العلاج الوقائي كذلك. فالثاني قصدك اسم المدرب، ماجد برش، شو اسمه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. العلاج الثاني، السبب لتملك القرين، قلت لكم وقفوا الشات عشان لا تقطعوا حبل افكاري. العلاج الثاني اللي هو يكون اما لا سمح الله جاتك عين او سحر او شيء، وهذا يعالج بالرقيه الشرعيه. مو لازم تروح للراقين وتحس عادي، شغل الرقيه الشرعيه انت في جوالك، الجهاز هذا اللي طول النهار نقلب فيه، استفيد منه بحاجه مفيده، حط السماعه استمع للرقيه الشرعيه، والله 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 حتشوف فرق كبير. اي سلوك عندك غير سوي داسه، تبع احدى هذه العلمين اللي انا قلت لك اياها، حتتخلص من قرينك، حتتغلب من قرينك، حتشوف كيف انت توجد كثير اشياء. ناس جلست معاهم في سلوكيات وشرحت لهم هذه الاشياء، هو والله انا تعلمته من فيديو في اليوتيوب، طبقته عمليا علي وعلى مجموعات كبيره، والله والله وجدت منه فائده جدا. لو الدوره هذه كلها ما خرجت المية والثلاثه الا بهذا المفهوم، صدقوني حترتاحوا. وانشروا العلم، وانت ما انت خسران، ما جبنا شيء يعني مخالف للعلم بديل او مخالف للغه. الرقيه الشرعيه ما قلت لك روح ارتقي وقاعد اشغل وانصح بالراقين والمرتقين، لا، انت ارقي نفسك بنفسك، اقرا، الجا الى هذه الاشياء، حتشوف اشياء كثيره، وكلها اشياء موجوده في ديننا وفي اسلامنا وفي الاشياء دي. وجزاكم الله الف خير، وشكرا لكم، واعطاكم الله العافيه. والله اني ناس استاذ فاطمه اسم الموقع، لكن اكتب مثلا القرين في اليوتيوب، اكتب عن القرين، حيجيكم الفيديو وشوفوه وحتتعلموا منه، جدا رائع. هو شرح لك الكلام اللي انا شرحته لكم، هو نفسه، بس عشان يعزز عندك المفهوم. الهدف اذا عندك شيء، اذا انت عارف انه بنفسك حصل لك موقف سيء او لك موقف سيء، حاول تتخلص منه، اكتبوا التربيت، تعلموا تقنيه التربيت. التربيت هو تربت على اماكن معينه فيه، اللي يسموه هو العلاج الذاتي. العلاج الذاتي كذلك جدا مهم، جدا حلو، علم حلو جدا جميل، ادخلوا وشوفوا كيف. طيب، شكرا لكم، وان شاء الله ان المعلومات افادتكم، وان شاء الله انها تحسب لنا في ميزان حسناتنا وميزان حسناتكم. وشكرا لكم كلكم، شكرا استاذ نجد، شكرا لهم على الحضور، شكرا للجميع من وقتكم الثمين، اتمنى انكم استفدتوا. وكذلك ايميلي عندكم m_q05، اللي يحب يدخل ويتدرب، في اللي يحب يستفسر في اي حاجات يتواصل معي عن طريق الايميل، حرسل لكم اي معلومات احجزها. شكرا جزيلا لكم انتم، وباذن الله وبالتوفيق. شكرا استاذ سيد، جزاك الله خير. خلاص، في شيء ولا عشان قلت لكم يعني نعتذر منكم، ما احب اخرج من دون واحد يعني يشارك، احب اكون اخر واحد يخرج، احتراما لكم وتقديرا لكم وانكم حضرتوا، اتمنى ان كل واحد فيكم يخرج. شكرا شكرا، يعطيكم العافيه استاذ عبير. الايميل الجامعي بالجيم الجامعي، الله يعطيكم العافيه، شكرا، يعطيكم العافيه، شكرا لكم، مع السلامه، وجزاكم الله الف خير، وكثر الله منكم، وهذا دليل وعيكم حضوركم للدورات. مع السلامة، وفي أمان الله أستاذة أمل. شكرا أستاذة، الله يعطيكم العافية، شكرا، يعطيكم الله العافية بإذن الله. يلا، شكرا لكم، العدد يتنازل، ممتازين، أعطيكم العافية. شكرا أستاذ سيد، شكرا أستاذ ناصر عصيري في عمادة شؤون الطلاب، شكرا إلى منسوبي عمادة شؤون الطلاب والعميد عمادة شؤون الطلاب، وإلى شو اسمه وكيل الخريجين، شكرا إلى عميد عمادة التعليم عن بعد، شكرا إلى معالي رئيس جامعة الملك عبد العزيز في دعمه، الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي، أشكر الجميع، أشكر كل من دعمنا ومن أعطانا فرصة لإيصال هذا العلم، الله يجعله في ميزان حسناتنا، اللهم أنه ينفعنا بما علمنا وينفع، اللهم علمنا بما، اللهم انفعنا بما علمتنا، وانفعنا وزدنا به علما يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، سبحانك وحمدك واستغفرك وأتوب إليك، ومع السلامة إن شاء الله. إلى اللقاء في دورات قادمة بإذن الله، أتمنى لكم ليلة سعيدة.